كنت كويس انا مش كده؟ ها؟ طب قولي لي مبروك، احسنت يا استاذ، هايل يا كابتن. انا مش لسه واخد بطوله البحر الابيض قدامك؟ تكونش حضرتك فاكر انك اشتركت في الاولمبياد؟ قط ده انا مفرع بالونة بحالها والواحد. ايوه كده فكيها، احبكها قوي كده ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مستاهله. وبعدين انت عايز ايه بالظبط؟ نفسي تديني فرصه، اصل موضوع ما فيه تاني. ما قلتلك مش عايز اسمع حاجه عشان ضميري يستريح. طيب اتفضل قول. اصل انا ست هانم راجل ابن ناس، انما بالنسبه لظروف الماليه مش ابن ناس قوي يعني، فانا التذكره بتاعتي اصلها على السطح، واخد بال حضرتك؟ فلاقي واحد صاحبي بيشتغل في المينا قال لي الكابينه بتاعتك واخد بالك فاضيه والمركب هتقوم، ما تروح تنام فيها. قلت له اوكي، دخلت الكابينه ولسه هحط دماغي وحطقلت في النومة بقى. جيت حضرتك رحت انت نازل تحت السرير. ما انا ما لقيتش حته تانيه استخبى فيها. طب ونمت ازاي الليله اللي فاتت؟ نمت هنا على السطح في الهواء الطلق. ياه، ده انت تاخد برد كده. لا ده احنا عيال بقى ولاد بلد متربيه في حواري وصحتنا تسلك في الحديد، امال ايه؟ شفت ازاي بقى انك خدت برد؟ لا ده شويه سل خفيف كده ما يهمكيش. دي أول مرة تسافر على مركب؟ لا أنا سافرت أصلي مرتين وأنا طالب، ودلوقتي بقى خدت البكالوريوس وخارج أجرب حظي. تفتكر يعني هتلاقي شغل بسهولة؟ والله بقى بسهولة بصعوبة ما تفرقش معايا، المهم إن أنا مصمم على النجاح. ثقتك في نفسك كبيرة. يعني أنت مش زعلانة مني؟ يهمك تعرف. طب ما هو أصلي لو ما كانش يهمني أعرف ما كنتش أتنازل عليك عشان أكلمك وأشرح لي كل حاجة. المرة دي جت سليمة، بس اوعى بقى تعملها تاني. معقولة؟ كل شوية اقعد انطلق بقى ولا ايه؟ طبعا اذنك، اروح ارتاح شوية، لحسن المركب هتوصل الصبح بدري. مع السلامة يا فندم. انا هكون في الاوتيل ده لمدة يومين، لو احتجت اي حاجة ابقى اتصل بيا. متشكر اوي، حقيقي متشكر اوي. والله ظريفة اوي الست دي. الو اكسكيوز مي مدام، فين الريسبشن؟ في ايه؟ انا كنت نايم في اسد النومه، لقيت الباب بيخبط، قلت مين؟ البوليس. قلت يا لخوي انا ما نخبس البوليس ده ليه؟ ما كنت في مصر، كنت كل ليلة نباتوا في التخسيبه كراكون بولاك، وده لا سنه على الخمره بتاعنا مخصوص. والله ولا مخصوص ولا حاجه يا اخينا. البوليس جه وصحاك وعايزك. انا مالي انا؟ البوليس مش عايز انا يا مدام، البوليس عايزك انت يا مدام. انا كريسي هاتسي اوشي ملاي هتلبي. باركالو تفضل. خريستو بارابولي اكسو. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. شاكرين قوي يا جدعان. خريستو بارابولي يا خرج. زعلانه مش كده؟ على كل حال حضرتك قلت لي لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. مش معنى كده انك تصحيني الفجر وتجيبني اسم البوليس. معاك حق يا بايخ،
لكن اعمل ايه؟ قالوا لي هتدفع التعويض لصاحب المطعميه تتحبس. انا مش قادر افهم، انت جاي تدور على شغل ولا على مشاكل؟ يا ست هانم ده راجل نصاب واونطاجي، تصوري حضرتك حاطط تسعير على باب المطعم، قريتها عجبتني، قلت اتكل على الله واخش اتعشى، بعد ما اتعشيت بيديني فاتوره تقطم الوسط، ملهاش علاقه بالتسعير اللي على الباب خالص، جيت اتفاهم معاه زعقلي. رحت انت ضربه؟ انا كلمته، ده هم يا دوب بنيتين وشلوتين وافتكر ركبتين وسيف يد وبس. بس وعضيته، عضيته في ال يعني عضيته. يلزم خدمة تاني؟ طب ممكن اعرف عنوان حضرتك عشان لما ربنا يفرجها ابعت لك الفلوس اللي انت دفعتها لي؟ اذا كان على الفلوس انا مش عايزاها، واكون سعيدة جدا لو مشفتكش تاني. لا ما هو انا لازم اسدد اللي عليا. وانا مش عايزة يا اخي. اما ايه يا قوي الست دي؟ يعني عاجبك كده؟ ملابس طول الليل وكمان مفيش بسيس؟ حظك كده بقى، هتعمل ايه؟ امال مين هيدفع الاوفر تايم؟ ده لولا انا كان من زمان سنقوك عند الاسماوي بتاع اليونان. يا عم حل عن سماي، هو انا لا اكل؟ ده انا على الحديده. الحديده؟ ايوه، تشتري الحديده؟ انا برضو كنت في مصر وجدع. انا سفلك سفل. بتتكلم جد؟ Dinner is ready, sir. Dinner is ready. طيب تعالى بقى بحاجة. بكشيش something. حتى الخواجات بقوا كحيتة، لعل أبوك ولاد كلب. دينر العشاء. دينر يعني هتتعشوا ولا هتبوسوا؟ حددوا موقفكم بالظبط، بوس ولا عشاء؟ مسيو يا مدام ولا هم هنا؟ دينر يا جماعه، دينر مش عايز انت دينر. عشاء العشاء. اوكي يا عيني يا عيني. لا العيد، لا بجد العيد. لا يعني نظام تمام. عشاء ايه اللي هتتعشوه؟ اللي انتوا بتعملوه ده اجدع من العشاء 100 مره، ما احنا طول عمرنا بنتعشى، خدنا ايه من العشاء؟ مش معقول، بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه بخش كل اوضه اقول لهم دينا نزل دي واقعد اتلكح شويه بنحنا علشان يدوني البقشيش، ومحدش بيعبرني، فباخد بعض وامشي، بيبقوا في حالات غريبه كده. مش معنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه، شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المرة دي على أكل عيشة. إن شاء الله يا فندم. خدمة تانية يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكرة؟ إن شاء الله. في الحقيقة أنا عمري ما هنسى طيبة قلبك وكرم أخلاقك. أنا ما عملتش حاجة، ثم إحنا ولاد بلد واحدة والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحك. متشكر يا فندم. في الحقيقة يعني أنا متشكر، إن جيت للصراحة يعني متشكر أوي. أستاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم متشكر، أنا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم أهو. على كل حال لو احتجت لأي حاجة من هنا لبكرة أنا تحت أمرك.
يا فندم انا متشكر قوي. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا متشكر حقيقي يعني. في اللوكان ده بالطريقه دي. لا الخواجات مؤدبين، ست مهذبه صحيح. هلو دو كيل بي فوزيت. يعني دو كيل بي فوزيت مولي في رحله في الاعداديه خدنا الفار بابا والفار ماما. من اي بلد؟ جي اي ام ايجيبشن. جو سي يو عمر شريف. نو اي ام عمر الجزاوي. كيزمي نو كيزمي اي كام نو مدام كيزمي مدام كيزمي لا كنت جيت قبل كده ب 80 سنة كان ممكن. موني نو نو مدام نو مدام كيزمي بليز كون مدام نو نو مدام بليز كيزمي مدام نو عمر شريف عمر شريف عمر شريف الحقيقة ست هانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة يا ست، هي عيلة صغيرة وزي القمر بس عايزة تعتدي عليا تعتدي عليا. عمر شريف عمر شريف شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عيلة عيلة جتام جتام عمر شريف. ايه ده؟ جتام عمر شريف جتام. شوفها مالها مدام يا جميل. هو الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه. دي ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش احسن، لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيشي. يا سلام، وعايزني اسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا عيشي بدل ما يقطعوا عيشك. مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستنى لما رجلي تخف في الطرقه شويه، اجرجرها على اوضتها وانا مش شايف ولا من ديري. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسعه، ما لقيتش الا اوضتي انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيب لي معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزرائيل على القهوه وقال لي انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم والاعمار بيد الله. طب اتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر حاضر حاضر. طب معاك السلبه؟ مفيش سلبه هنا. طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كمال انا بس ومال ده كله. استنى ما تخافيش، دي ميتها مش هيحصل منها حاجه، وبعدين كلنا سوف ناخد هذه الرغده، في اخر الامر جميعا سوف ناخد هذه الرغده. يلا جميل يلا استهاني. يا ربي استنى بقى. ايه؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي. ليك روحك بيت يا مريض وضم نايم. انا بقولت انت بلغ اللوكاندا احسن استهانم. بلغ اللوكاندا ارجوك. بلغ اللوكاندا. باسبور باسبور. ما اخذوا الباسبورات ليه؟ عشان نشوف الاشمال بتاعي. يونان هيشنو مين فيكم؟ المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي؟ اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري.
وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح، احنا ورانا حاجه، ادي احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حق، انا نسيت نفسي. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا مقصدوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح وده مش عيب، بشويه امل وشويه صبر ان شاء الله هتوصل. ليش ما حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد؟ انك انت من الفقراء اللي زينا. يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان. النبي استهلا، مش عايزين تريقه، كفايه اللي احنا فيه ده، في واحدة قاعدة فوق لسه ما اتدفنتش. أنا بتكلم جد، صدقني. شوف يا أستاذ هانم، أحب أقول لك على خبر هام. اتفضل قول. إحنا عيال ما خلصنا قوي نفهمها وهي طايرة. وبعدين؟ بس، انتهى الخبر الهام. وإيه رأيك بقى يا أستاذي اللي بتفهمها وهي طايرة؟ إني بشتغل مربية عند عيلة مصرية عايشة في الخارج. شفت بقى إزاي إن كفاح مش عيب؟ الله، والكابينة اللوكس اللي على الماركت، واللوكاندا اللي تلوح. كل دول كانوا محجوزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عامله فيها بنت ابو علي. كمان كمان. لا شوف اما اقول لك. المهم انا ممكن اسافر النهارده؟ ممكن مدام، بس ما الكيس دوا بالراجل السودالي ده. يا جدع عيب حسن ملافظه، مش حال ما اخدش خواجه. عن اذنكم. بتبص على ايه؟ بص لي هنا. سلطه بتاعك اهي، وريني ارض كتافك. انا مش همشي من غير ما اخد تعويض. شوف حبيبي، هنا في اللوكاندا في عندنا خمسة راجل زي الخيطة، بيسارة واحدة ممكن يجي يتفاخر معاك. خمسة خمسة؟ خمسة خمسة زي الخيطة؟ زي الخيطة. السلام عليكم.